صباح الخير والجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بيكو في أولى حلقات برنامجنا أحلى الستات. أحلى الستات برنامج خفيف وجديد ومطرقع، أحلى الستات للستات فقط. أحلى الستات هنناقش فيه كل قضايا الأسرة، وهنهتم فيه بأنوثتك وبجمالك، وكمان هنعرفك حقك. أحلى الستات ببرنامج برعاية إن لايف جيل. فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وحلقتنا النهاردة هتكون مختلفة. هنتكلم فيها عن موضوع جديد، وهو الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. ومعانا ضيفتنا النهاردة دكتور ريهام عبد الرحمن، باحثة الدراسات الطب النفسي والأسري. اهلا بحضرتك دكتوره ريهام. اهلا وسهلا يا استاذه. حضرتك ايه؟ شرفتينا ونورتينا. بنور حضرتك يا فندم. الاول عايزين نتكلم ونقول يعني ايه الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي يعني العام لكل الذكاءات، هو اللي بيشمل كل الذكاءات، سواء ذكاء مكاني، ذكاء اجتماعي، يعني في كل الذكاءات اللي ممكن يتخيلها الإنسان. بس خلينا نقول في الأول إن في عالم اسمه جولمان، هو في الأساس كاتب، يعني قبل ما يكون محلل نفسي هو كاتب، وكان عامل كتاب اسمه الذكاء العاطفي، حتى إن الكتاب ده حقق مبيعات كبيرة جدا في بريطانيا. الكتاب ده كان بيقول إيه؟ بيقول ان الذكاء العاطفي، او جولمان بيقول ايه بالظبط وبالتحديد، 20% من الذكاء ذكاء عقلي. يعني لما بنروح المدرسة، الكلية، بندراسات عليا، بشكل عام في حياتنا الذكاء العقلي ده بيبقى وراثي. لما نقول ان الطفل مثلا شاطر في المدرسة او بيجيب مجموع كبير، ده وراثي. لكن الذكاء العاطفي 80% اجتماعي. وجولمان أشار في الموضوع بتاعه لحاجة مهمة جدا، وقال إن مش كل إنسان عنده ذكاء عقلي هو إنسان ناجح في الحياة. بالعكس، خلى إن 80% لنجاح الإنسان في الحياة هو الذكاء الاجتماعي العاطفي، واللي هو جزء منه الذكاء الاجتماعي. بس 80% دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الإنسان بيقدر إن هو يكون عنده صبر وعنده مثابرة وعنده قدرة على إدارة الأمور. كمان الذكاء العاطفي لو إحنا عايزين نقول التعريف الدقيق ليه، هو قدرة الإنسان هو يتحكم في انفعالاته ومشاعره وغضبه. يمكن حضرتك يا أستاذة أسماء عارفة إنه كتير من المواقف اللي بيمر بيها الإنسان للأسف الشديد ممكن تكون عاملة له ضغط أو استرس، يعني ممكن يكون ضغط العمل، ضغط الشغل، ضغط مشاكل في الأسرة. كل ده بياخد من طاقة الإنسان لو ما كانش هيعرف إن هو يدير كويس. يعني الذكاء العاطفي مكتسب مش بالفطرة. نعم. 80% مكتسب. طبعا 80% مكتسب من الحياة اللي حوالينا. طب ولو كانت الحياة أو البيئة المحيطة ليه ما مش هتديله الذكاء العاطفي ده؟ يعني ما فيش عاطفة، يعني ما هو هيبقى قاسي بطبعه؟ هيبقى قاسي بطبعه طبعا، لان هو الطفل بيتولد ايه؟ بيتولد وراثيا في حاجه اسمها المزاج. المزاج غير يعني جزء من او نقول اعم من العواطف شويه، او نوع من انواع العواطف. بمعنى ايه؟ ان المزاج ممكن يكون الطفل مولود المود بتاعه عصبي نتيجه ان الام كان عندها اكتئاب لحظه الحمل، او عندها اكتئاب خلال فتره الحمل، او بسبب المشكلات الاسريه. ممكن يكون ما عندوش قدره على ان هو يكون مرن في علاقاته مع الاخرين، لان الاسره نفسها ما فيش مرونه في علاقتها مع الآخرين، والعواطف دايما عنده فيها جمود. فبالتالي جزء منه وراثي، لكن احنا برضو بندي نصايح ان هي ممكن نكتسبه من البيئة اللي حوالينا. لما الأم تنمي عند أولادها الذكاء العاطفي، يعني ما يكلمونيش في أي وقت، أو مثلا أقول لابني مش مفروض ماما لما بتكون متضايقة ما ينفعش ان احنا نطلب طلب وماما متضايقة، عارفة اللي هو التعبيرات أو الإيموشن اللي ممكن الإنسان يعمله. وده ممكن ندرب عليه الأطفال، يعني بعض التدريبات اللي ممكن ندرب عليها الأطفال، يعني مثلا بتبقى ألعاب معينة، ماما زعلانة، عارفة الرسومات،
رسومات معينة، يعني نقدر نقول زي ما يكون مسلسل احنا عاملينه في البيت او مسرحية لعبة كده بيني ما بين ابني، بيشوفني زعلانة، لا ماما هنا بتضحك، لا هنا مثلا متضايقة، طب ايه الجملة المناسبة للموضوع ده؟ كمان حاجة تاني ممكن انمي بيها الذكاء العاطفي، لما مثلا احسس ابني شوف بابا هو وراجع من الشغل بيبقى عامل ايه، بيبقى تعبان، بيبقى أكيد. مثلا في ستريس او عبء من ضغط الشغل، طيب اديله سؤال، ينفع نكلم بابا وهو زعلان؟ لا لا، ليه؟ عشان هو زعلان، عشان عنده ضغوط. الذكاء العاطفي بيتنمى من هنا، حتة ان انا افهم مشاعر الاخرين. عشان كده بنقول ان من اساسيات الذكاء العاطفي الوعي بالذات، ان انا اكون واعي بذاتي، واعي بمشاعري، واعي بانفعالاتي. كتير مننا بيهمه الاخرين، يعني بيهمني الغير لكن مش بيهمني نفسي او مشاعري بتكون عامله ازاي. طب لو الاب والام يعني قاسيين شويه، يعني مش هيقدروا ان هم يربوا طفلهم على او يعلموه الذكاء العاطفي او ينموا عنده العاطفه، وطلع مثلا الطفل قاسي بطبعه، احوله ازاي يبقى عنده ذكاء عاطفي؟ ذكاء عاطفي هو للاسف الناس اللي ما عندهمش ذكاء عاطفي، ما هو احنا قلنا ان مش ناجح في الحياه، ممكن يكون جايب تقديرات عاليه دكتور في الجامعه لكن ما عندوش نوع من المرونه. حد مثلا تاني بنلاقيه في مناصب يعني اداريه عليا لكن ما عندوش صفه القياده اللي هي جزء كبير منها الذكاء العاطفي. فالهي الفكره ان احنا بنوجه رساله لكل اب وام ان القوه الحقيقيه مش ان انا اخلي ابني شاطر في المدرسه او من الاوائل، لكن القوه الحقيقيه ان انا اخليه انسان عنده علاقات اجتماعيه وانسان عنده ذكاء عاطفي. ازاي؟ باني اوجهه للوعي بالذات. يعني من الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله مفروض إن احنا نحاول نكتسب الذكاء العاطفي. إزاي؟ أسأل نفسي، أنا عارف نقاط قوتي وضعفي؟ هل أنا بعرف نقاط قوتي وضعفي في شخصيتي؟ هو ده اسمه الوعي بالذات، إن أنا أكون واعي لمشاعري. وقت الغضب بعمل إيه؟ وقت العصبية إيه ردود أفعالي؟ كتير أحيانا الإنسان بيضيع منه فرص بسبب العصبية أو بسبب الغضب. أحيانا كان بنلاقي مشكلات أسرية وانفصال بين زوج وزوجة بسبب الانفعال والغضب وعدم السيطرة أو التحكم في المشاعر. نلاقي الزوج ممكن يعني ينوم زوجته غضبانة منه وزعلانة منه أو العكس، بسبب أنه عنده كسب المواقف أولى من كسب القلوب. مش مهم يعني إيه المشكلة لما هي تنام زعلانة، فكرة إن أنا يكون عندي ذكاء شديد في ملاحظة الذات، يعني مش بس ألاحظ الآخرين، لأ كمان بلاحظ وقت ضعفي، بيكون إزاي إن أنا يعني ببقى بتعامل أو بتكيف مع البيئة اللي حواليا. جزء أساسي من الذكاء العاطفي من ضمن ملاحظة الذات كتابة الأوقات اللي أنا بكون فيها ضعيف في شخصيتي. وقت الغضب عملت إيه؟ موقف عدى في حياتي عندي كان عندي قوة في اتخاذ القرار، كان عندي قوة في أن أنا أقول رأيي فاكتبه، علشان كده يعني بنمي نقاط القوة يعني عندي. لما أدون كل حاجة أو أكتب كل حاجة، الوقت اللي انا كنت متضايق فيه او متضايقه فيه، زي ما حضرتك بتقولي ده هينمي عندي الذكاء العاطفي. طبعا، لان ده نوع من انواع الوعي بالذات، ان انا ما سبتش نفسي. للاسف في حاجه اسمها الغباء الاجتماعي او الغباء العاطفي. بمعنى ايه؟ ان ممكن افضل طول الوقت مركز على الاخرين، هم عملوا لي ايه، زعلوني في ايه، فلان عيبه ايه، لكن مش مركز في عيوب نفسي، فين نقاط قوتي وضعفي. فان انا ادون التقارير الذاتيه عن الذات والملاحظات دي بتقوي شخصيتي. كمان اسال نفسي سؤال، هل انا بيتم استثارتي بسرعه، بغضب بسرعه وبنفعل بسرعه؟ فابدا اعمل كنترول على نفسي. وطبعا ده مش بيجي بين يوم وليله، بيجي بالتدريب المستمر، ان انا اخد نفس عميق، مثلا امارس رياضه، اعمل تمارين التامل الذاتي، احاول ادرس الامور، ايه اللي خلاني انفعل، ايه الدوافع الاساسيه اللي خلتني اتضايق، هل انا بغير من شخص معين فانا اتضايقت وانفعلت، هل انا ما عنديش ثقه بالنفس فاقدر ان انا انمي ثقتي بنفسي. من ضمن كمان الحاجات اللي مفروض الانسان يعرف نفسه اذا كان عنده ذكاء عاطفي او لا، حاجه مهمه جدا، وهي ان انا اسال نفسي سؤال، هل بقدر اقول لا في مواقف معينه؟ ما هو لا ده يعني او كلمه لا ممكن اقولها لنفسي لما باخد قرار، لا انا مش هاخد القرار ده،
القرار ده هيخليني مثلا ما تخطاش عوائق او صعوبات في حياتي، القرار ده هيرجعني ورا، فاقول لا لنفسي. ممكن كمان اقول لا للاخرين، لما احيانا حد يطلب مننا طلب زي مثلا حاجه هتزود اعبائك، فتخيلي معايا انسان عنده ذكاء عاطفي يقدر يقول له لا بس بطريقه ايه لطيفه، معلش والله انا كان نفسي اكون معاك في المشوار ده، انا مش هقدر اعمل كده، بس انا مش هقدر اعمل كده لان كان ورايا كذا، لكن اوعدك في اقرب فرصه ممكنه اتمنى اكون معاك. ده اللي عنده ذكاء عاطفي. ليه؟ لو فضل يقول او على طول موافق الاخرين، عنده موافقه للاخرين ومسيره ليهم، ده هيقلل من ذكائه العاطفي وهيخلي عنده نوع من الضغط والاكتئاب ونوع من انعدام الصحة النفسية، عنده طول الوقت معرض للإجهاد والأعباء النفسية. فلازم يكون عندي قدرة على ان انا اعرف نقاط قوتي وضعفي، اعرف مصادر غضبي، واعرف ازاي اقول لا في الأوقات اللي متطلب مني اقول لا. كمان جزء من الذكاء العاطفي هو ضبط النفس. ضبط النفس بمعنى انه جزء كبير من الذكاء العاطفي الصبر. الصبر في الأمور، إن العلاقات دي ما بتجيش بين يوم وليلة، دي محتاجة صبر، محتاجة كمان أدرس اللي قصادي. بمعنى إن في ناس كتير ممكن تعمل معايا حيل اسمها حيل دفاعية، سواء أنا بعملها مع الناس أو الناس بتعملها معايا. يعني أحيانا بتبقى في حيل ماكرة، إن حد مثلا يحط كلمة كده سيئة وسط الكلام، ولما برجع البيت أقعد أقول يا إزاي عدت إزاي عليا، إزاي ما عرفتش أرد إزاي عدى الموقف كده. صحيح، اللي هو يحط السم في العسل. تمام. فالإنسان الواعي بذاته وواعي بمشاعره هو إنسان مثقف ودايما بيقرأ باستمرار في نظريات الشخصية أو بشكل عام في أنماط الشخصية المختلفة. الإنسان اللي دايما عنده ذكاء عاطفي بيقدر يفهم دوافع الآخرين. بمعنى إيه؟ إن أحيانا بنقابل ناس في حياتنا بيبقى يعني ممكن الإنسان يكون حذر أو عنده انعدام ثقة بالنفس، فيجي يسقط الحيلة دي على الآخر، يقول له ده هو اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده ما عندوش ذكاء عاطفي. اللي عنده ذكاء عاطفي هو بيقدر إزاي يتحكم في مشاعره وعواطفه، ويقدر ان هو كمان يفهم عواطف الاخرين. بمعنى اصح ان هو وانا وقاعده قصاد حضرتك انا اقدر افهم جواكي ايه من ملامح وشك. ده اللي عنده ذكاء عاطفي، يقدر يحس هل هو مثلا قلقان، هل هو متوتر، لا هو واثق من نفسه، لا هو مش عارفه ايه. اللي عنده ذكاء عاطفي اصلا سر من اسرار الذكاء العاطفي، ويمكن ده اشار ليه جولمان اللي هو عالم من علماء الذكاء العاطفي، انه افهم مشاعر الاخرين الدفينه من غير ما هو يقول لي مشاعره. بالظبط كده لما زميله حضرتك او صديقه ليكي او اصدقائنا بشكل عام لما يجوا يتكلموا معانا، فاقدر اقول لها انا حاسه بيكي، انت حسيتي بكذا كذا في الموقف، فتقول لك انا فعلا برتاح لك او بحبك علشان انت بتحسي بيا، بتفهميني. فالإنسان اللي عنده ذكاء عاطفي إنسان بيلاحظ الآخرين، عنده دقة في الملاحظة، مش بس بيلاحظ بمعنى بيراقب وبيشوف الحاجات الوحشة اللي في شخصياتهم أو السيئة وعنده دايما النظارة السوداء، لكن كمان إنسان عنده ذكاء عاطفي بمعنى إن هو لو حد بيبكي يبقى الحد ده بيصعب عليه، يقولك عنده فضول عاطفي، هو بيبكي ليه، هو حس بإيه لما بكى. طب الموقف اللي مر بيه زوجي في الشغل، لما جه مثلا الزوج يجي يحكي لزوجته لها المدير قلل من إمكانياتي، فتيجي الزوجة تقوله أنا حاسة بيك، أنت أكيد حسيت بكذا. فالذكاء العاطفي ده بيخلق نجاح للإنسان، والحقيقة إن هو يعني ذكاء متعدد. يعني جزء منه كمان ذكاء الاجتماعي، نجاح ليه سواء في علاقاته الشخصية أو الاجتماعية طبعا. طب لو الإنسان عنده لو حد عنده ذكاء عاطفي وبيتعامل مع شخص آخر ما عندهوش أي ذكاء عاطفي، الذكاء العاطفي بيتطلب الحكمة والصبر. الحكمة والصبر بمعنى إيه؟ إن أنا أحتوي اللي قصادي وأخده في منطقتي. يعني كتير من الاستشارات الزوجية بيبقى الزوج نرجسي أو ما عنده نوع من أنواع السيطرة والتحكم، فأنا لو هدي مثلا قرار أول حاجة أن أنا مش هتعامل مع الشخص ده، الحياة مش هتستمر. صحيح نمط صعب من الشخصيات، لكن اللي عنده ذكاء عاطفي دايما أقول عنده مرونة في التعامل مع الآخرين، ما عندوش نوع من أنواع الجدال. أجيب الآخر لمنطقتي،
اعوده على طباعي، افهمه الاول، افهم دوافعه، هو ليه بيعمل كده، هو ليه يعني ليه مسيطر، ليه متحكم، ليه عنده القسوه دي، هل هو مكتسبها من البيئه الام والاب كده؟ فابدا ان انا اعدل حاجه اسمها تعديل السلوك، ان انا اعدل له سلوكه، حتى سلوك الكبير بيتعدل برضه بس بالصبر. بالصبر بياخد وقت عن الطفل طبعا، لانه الطبع يغلب التطبع أكيد. لكن بالصبر، يعني ان انا احاول يعني ما اقولش ان انا ذكيه عاطفيا وان انا حنينه وانا طول الوقت قاسيه، فانا كده لا، في وقت معين بيبقى هو اللي مفروض الزوج هو اللي صالح زوجته، اجي على نفسي وانا اللي صالح، مره على مره على مره، مش فكره ان انا ضحي تضحيه سلبيه، بس فكره ان انا باخد الاخر لمنطقتي، بعلمه الفنيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها للانسان اللي عنده ذكاء عاطفي. الانسان الذكي عاطفيا بيقدر يحتوي الاخرين، يعني كتير من الناس اللي ممكن نشوفها بتنشف رأس رايها، تقولك انا عندي صلابه في الراي، انا عنيد، وبيبقى مفتخر بنفسه. لا، على فكره اللي عنده ضعف في الشخصيه، الانسان قوي الشخصيه او اللي عنده عاطفه او عنده ذكاء عاطفي، هو انسان مش بيغير رايه بمعنى متردد، لكن هو انسان عنده مرونه وتكيف مع الحياه، فاقدر اطوع الاخرين اللي ما عندهمش ذكاء عاطفي ان هم يكتسبوا الذكاء العاطفي، سواء من خلال معاملتي بيهم او من خلال الدورات اللي ممكن ياخدوها ويطوروها من نفسهم. طب انا لو حابه ان انا انمي في طفل وفي نفس الوقت حد شخص كبير، نعم، ايه اللي انا ممكن اعمله مع الطفل عشان انمي عنده ذكاء عاطفي، وايه اللي انا ممكن اعمله مع الشخص الكبير اللي احاول اخلي عنده ذكاء عاطفي؟ الطفل بيعتمد على التربيه داخل البيت، الام اللي بتستخدم الكلمات الحلوه الجميله العاطفيه، بمعنى الكلمات العاطفيه اللي هي ايه؟ للاسف حلقتنا خلصت. حلقتنا خلصت، انا بشكر حضرتك جدا النهارده يا دكتوره، نورتينا. بنور حضرتك بجد، حلقه بجد كانت جميله ممتعه معاك جدا. بشكر كل مشاهدينا، ارجو ان احنا نكون يعني نلنا اعجابكم، وان شاء الله استنونا الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد مع احلى الستات، البرنامج برعايه ان لايف جيل.